بهدف رسم الفرح على وجوه الأطفال المصابين بمرض السرطان، نظم فريق عطاء التطوعي يوما ترفيهيا تحت الشعار أنا أستطيع خلق البهجة بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وذلك في فندق سفير حمص. وتضمنت الفعالية أنشطة تفاعلية وألعاب خفة وتوزيع هدايا. بمناسبة اليوم العالمي لأطفال السرطان عم نسوي فعالية اسمها فعالية بهجة، هي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع وزارة السياحة، تمام؟ عم نستهدف فيها، هي يوم ترفيهي للأطفال، عم نستهدف فيها 80 طفل تقريبا، هن من مشافي ومن مراكز طبية، بالإضافة من جمعية سورية لمكافحة السرطان بحمص. اليوم فعاليتنا بتتضمن أنشطة متنوعة للأطفال، رح تكون عم تنقسم على عدة أقسام. أول شيء أنشطة حركية ترفيهية لحتى الأطفال يغيروا جو ضمن متطوعينا مع أدواتنا الخاصة، بالإضافة لماجيك سحر أشخاص ودوما رح تكون عم بتشاركنا برقصات بشوية موسيقى وحركات رياضية بتناسب قدراتهم الجسمية، بالإضافة لوجبات طعام رح نقدمها للأطفال صحية وهدايا موزعة على الأطفال بختام هذا النهار الحلو. نحن اليوم جمعنا أطفال السرطان، الهدف منا إدخال البسمة لقلوبهم ورسم الضحكة على وجوههم، لأني بتعرف هالأطفال عم بيعانوا وأوجاع وآلام وأمراض ما شافوا شيء بيسعدهم، فنحن حاولين بهذا اليوم أنه نحن ندخل السعادة لقلوبهم، نعمل يوم يكونوا يتذكروا يبقى بذاكرتهم ويعطيهم أمل لقدام. جينا ننبسط نلعب، إنه الإرادة لحياة كبيرة نتعاون. نحن فرحانين كتير وعم نلعب وكل شيء، مرضى عم ينسى المرض اللي معاه، ونحن عنا أمل بالحياة إنه نعيش ونلعب وننبسط. نحن عنا إرادة كتير قوية إنه نعيش ونلعب ونعمل شو مع هاي ونكمل إن شاء الله ونصير بدربنا. الفعالية تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي للأطفال والوقوف إلى جانبهم للتخفيف من معاناتهم عبر مشاركتهم بأنشطة فنية وترفيهية وزرع أمل الشفاء في نفوسهم. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.